بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية يا أعزائي التلاميذ في كل مكان. إلى اليوم الحصة الثالثة في إطار مجموعات أو الفصل ديال المجموعات. إذا اليوم نشوفوا العمليات على الكسور، les opérations sur les fractions. دونك كيفاش غادي نتعاملوا معهم؟ إذا قبل أن التمرين كالكولي et simplifier les expressions suivantes. دونك كتشوفوا هنا un produit ديال فرق كسرين في مجموع كسور. هنا عندي خارج كسرين، خارج كسرين نسبة إلى الخط الكسري هذا لو تري فراكسيونير. هنا لو برودوي ديال دو فراكسيون. إذا غادي قبل ما نشرعوا في الإنجاز ديال هذا التمرين، غادي نذكركم ب بعض العمليات. إذا شفنا A على B بلس C على B، دونك ملي كيكون عندي نفس المقام، إذا A زائد C، إذا هنا كنقومو بهنا نجمعو البسطين فيما بينهما ونحتفظ بالمقام. إذا كي طبعا A و B و C سون دي ريال، طبعا B هنا نو نول. ثم إذا كان عندي مختلف المقام سي سور دي لا سون ديال دو فراكسيون دو دينوميناتور ديفيرون، دونك هنا شنو غادي ندير؟ غادي نضرب لي مومبر ديال هاد لي تيرم ديال هاد لا فراكسيون في لو في لو دينوميناتور دي اللي هو دونك انا غادي عندي ا دي تحت دي دي بلوس سي دي. دونك هنا فاش غادي نضرب؟ غادي نضرب في لو دينوميناتور ديال لا بريمير فراكسيون اللي هو بي. او بالتالي غادي يولي عندي هنا ا دي بلوس بي سي سور بي دي. فوالا. دونك هنا ما ينطبق على الجمع ينطبق على الطرح. ثم عندي ا على بي لو برودوي ديال دو فراكسيون. دونك لو برودوي النتيجة هي الريزولتا ديال فراكسيون. دونك هنا en multipliant les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Et tout ma qu'elle dit la fraction, la division d'elle de fraction. Donc elle dit atteindre a à la p fois l'inverse de c d le t à la c. Donc qu'elle a dit ou qu'elle a cette tariqa hadi. Donc qu'elle met la division ou la k. Ou t'elle dit atteindre a à la p. إذا لا ميتيبليكاسيون ديال لا بروميير فراكسيون هو لانفيرس ديال لا دوزيام فراكسيون. دونك غادي يعطيني ا دي سور بي سي. دونك هذا لو رابير كي لابد منو. وغادي نمشيو الان نحسبو اون فا افيكتي سو كالكول. شنو غادي ندير؟ غادي نحسب هذه. إذا غادي نحسب ما بين القوسين ثم بين هاد القوسين ونمشي هكا حتى نلقى النتيجة. دونك غادي نفتح القوس. دونك ان وهنا عندي موا ان تيير. دونك هاد ان شوفو هنايا ان ممكن نكتبو ا على ا، طبعا ا نو نول، بي سور بي بي نو نول، سي سور سي سير نو نول. دونك هنا دايما نحاولو نكتبو على هاد واحد، نمشيو نكتبوه نسب اون فراكسيون سو فورم اون فراكسيون، لو دينوميناتور ديالو غادي يكون هو طرو. دونك هنا غتولي عندي 3 سور 3 موان 1 سور 3 فوا. وهنا هنا نحاول ما يمكن دائما نشوف لي اصغر مقام موحد، لو بتي ملتيبل كومان ديال هاد لي دونوميناتور. لو بتي ملتيبل كومان هو البي بي ام سي ديالو ديال 2 اي 5 اي 1. دونك هنا البي بي ام سي ديال سو بروميير، دونك 2 فوا 5 صافي 10. دونك هنا غادي ندير، إذا هنا غادي نضرب هنا لي تيرم ديال هاد لي فراكسيون فوا دو بور افوار 10. دونك غادي يولي عندي هنا 4 4 سور 10 بلوس. دونك هنا قلت دايما نمشيو نكتبو على شكل بي سور على سور بي سي سور سي، ولكن هنا
مادام عندي لو دينوميناتور كومان هو 10 باعتبار هو لو بي بي ام سي ديال 5 1 دونك غادي ندير نكتبو 1 سور 1 ولا غادي نكتبو 10 سور 10 موان وهنا ان دومي دونك غادي نضرب لي تيرم ديال هاد لافراكسيون فوا 5 بور افوار 10 دونك غتولي عندي موان 5 سور 10 دونك لا دوزيام ايتاب هي دونك غادي ندير 3 موان 1 دونك 3 موان 1 سور 3 فوا دونك هنا كندير شويه ديال لي ديتاي دونك هنا لو دينوميتر كومان هو 10 وغادي تعطيني هنا 4 بلس 10 موان 5 ايت ايكال دونك 3 موان 1 سور 3 صافي 2 تيير وهنا 4 بلس 10 صافي 14 لهنا موان 1 بلس 10 صافي 9 9 سور 10 دونك إما ندير 4 بلس 10 14 موان 5 صافي 9 ولا 4 موان 5 صافي موان 1 موان 1 بلس 10 صافي 9 سور 10 دونك هنا يساوي وهنا كاين دو ميثود إما ندير 2 فوا 9 صافي 18 3 فوا 10 30 ومن بعد نشوف لو بي جي دي سي ديال 18 اي 30 pour avoir une fraction irréductible. Donc on a le PGC de 18 ou 30, donc on voit 6. Donc on va diviser par 6, ça tenait 3, on a 30 divisé par 5, et par 6 ça fait 5. Donc on a 3 sur 5. ولا غادي ندير هنا هاد 9 غادي نكتبها 3 فوا 3 و 10 غادي نكتبها 2 فوا 5 دونك غادي نكتبها هنا شوفوا هنا مزيان 2 تيير فوا 9 سور 10 إذا غادي نكتب 2 سور 3 فوا هاد 9 غادي نكتبها 3 فوا 3 و 10 غادي نكتبها 2 فوا 5 شنو غادي ندير؟ غادي نسامبليفي 3 مع 3 و 2 مع 2 وشنو غادي يبقى لي 3 سور 5 دونك هنا عندنا جوج ديال الطرق باش كنتعاملو مع هاد النوع ديال الاختزال لا دوزيام اوبيراسيون اذا يساوي اذا كل حاله عندها خصنا نتعاملو معها واحد التعامل خاص اذا هنا ربما بعض التلامذ ما معودينش يحسبوا هذا النوع ديال معودين يحسبوا هكا يعني سطر واحد اذا هاد لي زيسكالي ما موالفينش معاهم دونك هنا دائما نشوف شنو هو الخط التكسري بعدا اذا الخط التكسري خصنا نرسمو هو الاول فوالا اذا هذا ا سور بي دونك هذا كله كنعتبرو ا وهذا سور بي كامل كنعتبرو بي دونك باش غادي نحسب دائما نبدي من التحت ما نبداش من الفوق إذا نبدا من تحت إذا غادي هنا شنو غادي ندير ندير أن خليه موان أن وهو نحسب هاد هاد أن أن بلس أن دومي دونك هنا كيما قلتلكم نحسبو هذا هاد أن أن بلس أن دومي غادي نمسح إذا أن بلس أن دومي إذا قلت لكم دائما أن نكتبو على نسبة لهذا المقام اللي كيكون عندي 2 سور 2 بلس 1 دومي دونك غادي يعطيني 3 دومي دونك هنا كيعطيني 3 دومي ولتحت دائما نفس العملية إذا أن نحسب دائما اللي هنا لتحت ما نبداش من الفوق إذا أن بلس 1 غادي نحسب هذا لتحت دونك هنايا 1 موان 1 دومي يتيكال 2 دومي 2 دومي موان 1 دومي دونك غادي يعطيني 1 دومي دونك هنا ممكن هنا ندير موان وهنا غادي يولي موان وندير عوض باش كندير الجمع
كان ديال الفرق طرح 2 موان 1 صافي 1 دومي دونك هنا 1 دومي يساوي دائما الخط الكسري نحافظ عليه. اذا نحسب دونك غادي نحسب 1 موان هاد 1 سور 3 دومي 1 سور 3 دومي اذا الخط الكسري ديال العمل الكسر الرئيسي هو هذا وقلنا بحال لانفيرس ديال 3 دومي اللي هو دو تيير تكون لانفيرس ديال 3 دومي هو دو تيير او نقول لا بريمير فراكسيون هو 1 ولانفيرس ديال هذه هو دو تيير 1 فوا دو تيير صافي دو تيير دونك هنا غادي يعطيني 1 موان دو تيير والتحت غادي يعطيني 1 بلوس هاد لانفيرس ديال 1 1 سور 2 هو 2 ولا نقول لو برودوي ديال لا بروميير فراكسيون اللي هي 1 سور 1 هو لانفيرس ديال 2 سور 1 دونك 2 فوا 1 صافي 2 1 دونك سي 2 اذا انا غادي يعطيني 2 ونزيد نحسب دونك كيتبان لكم بان ما كاينش شي حاجه صعيبه فقط خصني نعرف اذا هنا هاد التحت لو دينوميناتور هو 3 هنا 1 موان دو تيير دونك 1 موان دو تيير دونك هنا قلنا دائما 1 بالنسبه لهذا المقام 3 سور 3 موان دو تيير دونك غادي يعطيني 3 موان 2 صافي 1 سور 3 دونك هنا غادي يعطيني الفوق 1 سور 3 يساوي اذا كما قلنا لا ديفيز لا لا ريغل ديال لا ديفيزيون دو فراكسيون هو لو برودوي ديال لا بروميير فراكسيون اللي هو 1 3 فوا لانفيرس هنا عندي بحال عندي هنا 3 سور 1 3 سور 1 بحال عندي 3 سور 1 دونك غتولي 1 سور 3 وبالتالي 1 فوا 1 صافي 1 3 في 3 صافي 9 دونك النتيجة ديال بي هي ان نافيير دابا نمشيو للعمليه الاخيره اذا نفس العمليه بحال اللي عندي هنا هذا ا سور بي و سي سور دي ا هي هذه 1 بلس 1 كار بي هي 1 موان 1 كار سي هي 7 سيزيام موان 1 تيير و دي هي 3 كار موان 1 دونك غادي نحسب هاد ا شنو غيتعطيني دونك غادي لا بروميير فوا ندير لا ليني ولا لو تري فراكسيونير ديال لا دوزيام فراكسيون دونك 1 بلس 1 كار بون ممكن نحسبها مباشرة ممكن نحسبو هذا على حدة هذا على حدة 1 بلس 1 كار دونك غادي يعطيني 4 plus 1 sur 4. On va dire 5 sur 4. Donc, on va dire 5 sur 4. Ou le tête. Moumkin, on va dire le tariqa. Moumkin, dire le tariqa tariya. 4 fois 1, ça fait 4. Moins 1. Donc, 4 moins 1, ça fait 3 quarts. إلى درتها هكذا 1 موان 1 كار وغادي يعطيني 4 فوا 1 صافي 4 موان 1 فوا 1 دونك بحال اللي عندي هنا 1 سور 1 دونك 4 فوا 1 صافي 4 موان 1 فوا 1 صافي 1 سور 1 فوا 4 صافي 4 دونك تعطيني 3 كار نمشيو لا دوزيام فراكسيون عندي هنا 7 سيزيام موان 1 تيير بون كتلاحظوا بان 6 سي ملتيبل دو 3 دونك هنايا لو دينوميتر كومان هو 6 وغادي نخلي 7 سيزيام موان وهنا نضرب جوج لي تيرم ديال لا فراكسيون في 2 صافي 2 سيزيام دونك 7 موان 2 صافي 5 سيزيام دونك هنا غادي يعطيني 5 سيزيام والتحت
3 كار موانز 1 موانز 1 هي 1 سور 1 دونك غادي يعطيني 1 فوا 3 صافي 3 4 موانز 1 صافي موان 4 سور 4 داكوغ وبالتالي 3 موان 4 صافي موان 1 كار ممكن نديروها مباشرة داكوغ 3 موان 4 صافي موانز 1 سور 4 égal. Donc on a 5 quarts sur 3 quarts, il y a 5 tiers, on va charater. Donc on a une simplifié par 4, on va 5 sur 3. Ou bien, le produit de la première fraction est 5 quarts, fois 4 tiers. Tout le monde simplifié par 4, 4, on va 5 sur 3. Le chien, 5 sixièmes, 5 sixièmes, divisé par moins 1,5, il y a le produit de l'oul, 5 sixième, fois l'inverse de moins 2 sur 1. Ça fait moins 10 sixième, c'est le 2, il y a télé moins 5 tiers. Donc là, il y a télé moins 5 tiers. Donc il y a télé moins 5 fois 5, on a 3 fois 3. Attention, on a qu'il est bon, il chauffe là, qu'il confond la multiplication à l'addition, qu'il chauffe, on dit le même dénominateur, on dit 3. Là, on dit la multiplication, donc la multiplication, la raquette, le bust sur le bust, ou le maqam sur le maqam. Donc, on dit atteindre moins 25 sur 9. Voilà. Et là, maintenant, je galtais. Quatre fois now, ربما كاين شي خطأ ربما. Quatre fois un, quatre. Plus un, ça fait cinq quarts. Un quatre, moi, ça fait trois quarts. Ah, on a 17 sixièmes. 7 sixièmes moins un tiers. Un deux sixièmes. Ça fait cinq sixièmes. Deux. 5 sixièmes. Ou le tête. Moins un quart. Donc là, un quart. Donc là, tu as tenu 5 tiers. Voilà. 5 sixièmes. Attention, on a l'autre. Un quart. Moins un quart. Donc 5 sixièmes fois moins 4. Donc elle est moins 20. Moins 20 sur 6, ça veut dire que l'aube 2 est atteint moins 10 sur 3. Donc elle a un dit moins 10 sur 3. Donc elle a 5. Il y a là, il y a Jibin Tabo. إذا هنا الخطأ فين كان هو الفراب من كان كتب أحيانا القلم كيخطف ما كيكتبش الحرف أو الرقم كما هو بالتالي يوقعنا في خطأ دونك 5 فو موان 10 صافي موان 50 سير 9 5 فو موان 10 صافي موان 50 3 فو 3 9 فوالا إذن أعزائي أتمنى أن يكون شي خطأ أخر إذن الطريقة المهم كما قلت لكم الحساب إذن ممكن نخطئوا فيه لكن الطريقة اللي خص تكون صائبة أتمنى أن يكون وفقت نتلقاو في حصة أخرى إن شاء الله تحياتي وما تنسوش تبارتجوا الفيديو مع الزملاء اللي يكون تعليم الفائدة يلا تحياتي لكم